ونشرا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرا لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإبطالا لكثير من الأفكار والمعتقدات والمناهج اللافة في الجامعات السودانية هنا في السودان، وكثير من الأفكار والمعتقدات والمناهج بتنشرها الأحزاب السياسية، حزب الشيوعي السوداني باسم الجبهة الديمقراطية، وحزب البعث العربي الاشتراكي الناصري، والحزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب المؤتمر الشعبي، والمؤتمر الوطني الكيزان، وغير من الأحزاب بتنشر الأفكار دي، وكذلك الجماعات، جماعة الإخوان المسلمين وفروعة، وكذلك جماعة أنصار السنة المحمدية بفروعة وبتقسيمات، وكذلك الطرق الصوفية بكل مسميات، وغير من الطوائف دي أخواننا بتنشر أو بتبث في المجتمع بتاع الطلاب الأفكار الهدامة دي. تعرف الناس اللي بيشتغلوا في الجامعات لشنو؟ لأنه الجامعات دي بتخرج أساتذة، وبتخرج أطباء، وبتخرج مهندسين وغيرها من المجالات. ديل الناس اللي بيتخرجوا ديل هم بيكونوا قادة في المجتمع السوداني، عشان كده الناس ديل بيكونوا شغالين في الشرائح دي. والناس ديل يا أخواننا ما عندهم موضوع. انت عارف الأحزاب السياسية دي تلقى واحد منهم كاتب في المنبر بتاعه، تلقاه كاتب مخاطبة سياسية هامة، وما في أي حاجة، ما عندهم أي موضوع. والهم بتاعهم الأكل والشراب، يعني غاية ما عندهم أو خلاصة المنابر بتاعتهم إنهم دارين يأكلوا ودارين يشربوا، بس ده خلاصة الموضوع بتاعهم. يعني ما عندهم شغلة بالدين، كون الدين ده الناس ينادوا به ما ينادوا به، وما عندهم به شغلة. المهم الناس دارين يأكلوا ويشربوا. وشوف المنبر السلفي بيتميز على غيره من المنابر الشغالة في الجامعات السودانية، إنه أول حاجة هو بيدعوك إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة، لأنه يا أخواننا التوحيد ده بيصلح البلاد وبيصلح العباد. عشان كده أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله سبحانه وتعالى، ما أول حاجة قال أنا داير أمسك الملك، ما أول حاجة قال أنا أستولي على الملك أبقى ملك بعد ذاك شنو أجي أصلح الناس، لا أول حاجة دعا الناس إلى العقيدة الصحيحة والتوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أول حاجة قال لهم قولوا لا إله إلا الله. ليش يا أخواننا؟ لأنه يا أخواننا الإنسان ده لما يصلح أو لما تصلح العقيدة بتاعته، بعد ذاك هو بيصلح تلقائيا من صلاح العقيدة، بيبقى زول صالح. والزول الصالح الواحد ده، شفت النفر الواحد ده بيكون له أسرة، الأسرة دي بتكون لك مجتمع، المجتمع ده بيبقى مجتمعات، بيعمل لك قرية، القرية دي بعد شوية بتبقى قرى، بتبقى مدينة كاملة، المدينة دي بتكون لها مدن، بتبقى كده دولة كاملة كلها قائمة على التوحيد والعقيدة الصحيحة. فده دليل علينا يا أخواننا المنبر السلفي ده أول حاجة بيبدأ بالتوحيد. المنهج بتاعنا الذي نسلكه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد يا أخواننا بيصلح العباد، والتوحيد ده بيصلح الدنيا بتاعتنا دي، عشان ما في زول ينادي لك بفص الدين عن الدولة، ينادي بالعلمانية ويفتكر إنه الدين كان يوم من الأيام عائق أو حاجز أمام التطورات العلمية. الدين ما قال لك، ما منعك إنك أنت تخش المعامل عشان تكتشف حاجة جديدة، ولا قال لك ما تتعلم، بل إنه الدين جاب التعليم ذاته. ربنا قال وقل رب زدني علما، الدين ده جاب العلم ذاته. والناس اللي بينادوا بفص الدين عن الدولة الما دارين دين، ديل شفت ديل وصلوا مرحلة من الدغمائية والتخلف والرجعية، ما وصلوا لشنو يا أخواننا؟ لأنه الإنسان ده إذا ما كان عنده دين يوجه التوجيه الصحيح،
ده بيبقى زي البهيمة. وفت البهيمة دي دايرة تاكل ودايرة تشرب ودايرة تشوف لها محلة تقعد فيها وبعد ذلك تمارس الفطرة بتاعتها. بس الإنسان بدون دين زي البهيمة، بل إنه مرات البهائم بتكون أحسن من الإنسان ده ذات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والتوحيد يا أخواننا، الناس لو مسكوا في ربنا سبحانه وتعالى التوحيد ده بيصلح البلاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ربنا سبحانه وتعالى قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط شنو؟ هل الشرط إنه نحن نطلع مظاهرات ونقول تزغط بس؟ لا لا. هل الشرط إنه نحن نعمل إضراب ونمنع الناس من إنه يمارسوا الأعمال بتاعتهم؟ وحتى الناس يمشي يقول لي بتاع الفرم لو ما قفلت نحن بنحرق لك فرمك ده ذاته. هل الحل بيكون في حاجات زي دي؟ هل الحل بيكون بإنه نحن نعمل متاريس ونقفل الشوارع لحد ما الناس الواحد منهم يكون زول جريء على الله سبحانه وتعالى يقول لو أن يد الله امتدت للمتاريس لقطعناها؟ هل ده بيصلح البلد؟ ده ما بيصلح البلد، بل إنه ده بيخرب البلد ذاته. الحل كما قال الله سبحانه وتعالى، الله قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن يا أخواننا ده الحل للمشاكل بتاعتنا الحاصلة هنا في السودان وفي غير السودان ذات. الناس يمسكوا في ربنا سبحانه وتعالى التوحيد ويأخذوا بالأسباب الدنيوية من الاهتمام بالعلم والاهتمام بالزراعة والاهتمام بالصناعة والاهتمام باستخراج النفط. انت قال لك السودان ده ما فيه حاجات زي دي؟ البترول ده قاعد تحت والذهب قاعد، وقال لك فاقد مويه في نهرين، النيل الازرق والنيل الابيض قاعدات، وفي لو زرحت اي حاجه بتكون في السودان. لكن يا اخواننا ما دام في شرك هنا في السودان، في شرك البركه دي بتمحق طوال بسبب الشرك. ربنا سبحانه وتعالى قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا أي كثيرا من كل مكان. الله قال: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ده بسبب الشرك وده بسبب المعاصي بتاعتهم. عشان كده أخوانا نحن الوضع بتاعنا ده ما بيتغير إلا نحن نغير ما بين نفسنا. ربنا قال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى شنو؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. نغير الشرك اللي نشروه الصوفية، اللي نشره شيخ الزريبة عبد الرحيم وقيع الله البري، ده قال: إنا بخطب في البلاد نزيل، قال: فقل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل. نحارب الشرك ده وننادي بالتوحيد، ونحارب الكفر وننادي بالإيمان، ونحارب المعصية وننادي بالطاعة. كده الوضع بتاعنا ده بينصلح. ودي الوصية اللي كنت داير أوصي بها الشباب. وأنا أختم وأقدم الشيخ أحمد البدوي، فليتفضل مجزيا مشكور.